نظمت عائلات الأسرى والمعارضة الإسرائيلية احتجاجا خارج مبنى الكنيست للمطالبة برحيل حكومة بنيامين نتنياهو ولإجراء انتخابات مبكرة. جاء ذلك قبل أن يقتحم أهالي الأسرى قاعات الكنيست موجهين تهاماتهم للحكومة بعدم الاكتراث بمصير الأسرى ومطالبين بصفقة تبادل فورية مع حماس. يأتي هذا بينما قدم حزب العمل مشروع قانون لحجب الثقة عن الحكومة لفشلها في استعادة المحتجزين. אומר לי אותו הדבר הגשש חלם וחבר עוז חייבים להמשיך ודברים דומים